مشاهدينا ومستمعينا في موضوع آخر، صيف أمريكا الساخن يتفاعل مع الربيع العربي، حلي هالمعادلة أنت. طبعا ذلك أنا معي السر، وذلك من خلال رسامة ومقطوعة وموسيقار وعدسة عدسة مصورة. طبعا يلتقي اللبناني مع السوري ويلتقي اليمني أيضا معهم ليحكوا لنا بانطباعاتهم عن الثورات العربية. أما التفاصيل أكثر وأكثر عن اللغز، أنت عملت لغز مع نادية البلبيسي من واشنطن. متابعة. في ورشة عملها في العاصمة واشنطن تعيش الفنانة اللبنانية الأصل هيلين زغيب حالة الربيع العربي من ثورات الشباب والمرأة إلى الأمل في مستقبل أفضل. تتابع الانتفاضات العربية على التلفزيون وتعكسها بريشة رسامة على لوحات تعبر عن أحاسيس تعتريها. اللوحة التي لم تعرض بعد هي للشاب التونسي محمد بوعزيزي الذي أشعل فتيل الثورة الأولى. تقول هيلين بأنه ما يميز هذه اللوحة هو عيناه المليئتان بالتحدي، وهو يقف بظل طويل وكأنه يرقب ما يحدث في العالم العربي، وقد اختارت له ألوانا زاهية ليعكس حالة الأمل. اخترت الألوان الدافئة لتعبر عن مشاعر التحدي والصلابة، وأردت أن يرى الجميع بوعزيزي منتصب القامة فخورا بما أنجزه. مجموعة لوحات عباية تصور المرأة السعودية وهي تقود سيارتها، وهي ترسم نفس العيون المليئة بالتحدي. أما الربيع العربي بأكمله فهي تصوره من خلال امرأة في الظل تغطى تماما بالورود البرية التي تتفنن برسمها وبدقة. وتأمل هيلين أن تعرض لوحاتها هذه في مكان ما في العالم العربي. وللفن وجوه متعددة، فها هو الموسيقار السوري الأمريكي مالك الجندلي يعزف إحدى مقطوعاته أمام مئات من المتظاهرين السوريين وتحت درجات حرارة قياسية أمام البيت الأبيض، ليضم هو الآخر صوته كفنان إلى أصوات الشعوب العربية المطالبة بحقها في الحرية والكرامة والحياة الأفضل. مية بالمية نادية، اللي عم نعيش اليوم بالمنطقة العربية أحداث تاريخية، بحاجة لمواقف تاريخية، بحاجة لردود أفعال تاريخية. أنا بعمري ما فكرت إنه أنا لحن أغنية، كنت دائما أعمل بيانو أوركستريشن وموسيقى بحتة. هاي بفتخر إنه أول أغنية بقوم لحنها لكلماتي هي أغنية وطني أنا، ووطني وأنا وطني، حبك نار في فؤادي، متى أراك يوما حرا يا وطني. الأغنية هي أممية إنسانية تصلح لأي زمان لأي مكان لأي إنسان، في فلسطين المحتلة، في العراق المحتل، في سوريا المقهورة. الأميال تبعد الآلاف عن العالم العربي، لكن حالة التضامن التي يعيشها الفنانون العرب هنا في الولايات المتحدة كهيلين ومالك تبقيهم على حالة تواصل دائم مع الوطن الأم، وتلهمهم بصور ومقطوعات ولوحات جديدة. المصورة اليمنية الناشئة رجاء ذيباني قررت أن تأخذ كاميرتها معها وأن تذهب إلى اليمن لتسجل بها صورا للمتظاهرين في شوارع صنعاء. فكانت هذه السيدة المنقبة التي جلس أمامها آلاف من الرجال يستمعون لما تقوله، وكان هؤلاء الشباب الذين قدموا الورود للعسكر مقابل طلقات الرصاص. المتظاهرين يمشوا مع الورود بيداتهم، يعني يستقبلوا الجنود مع الورود علشان يثبتوا لهم احنا هنا سلميين. يعني it was beautiful، يعني حاجة جميلة جدا. And ايوه بعدين I love taking these photos. الصور هذول بالذات كان الأشياء اللي كنت أشتي يعني أركز عليهن وأصور علشان نثبت للعالم
انهم سلميين يعني. وربما يعلو صوت الفنان ليصل إلى أصوات المحتجين الذين لا يزالون يؤمنون بالربيع العربي وبالحرية والكرامة الإنسانية. نادية البلبيسي لأسبوع الـ NBC واشنطن.